بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الفرقة الثالثة بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية جامعة بني سويف. إن شاء الله لقاءنا النهاردة متعلق بمادة التاكس أكاونتينج 1، وهي المادة الخاصة بالدكتور أمين شهيب. هنراجع مع بعض في لقاءنا الأول النهاردة الجزء اللي تم شرحه قبل توقف الدراسة، وهو الجزء الخاص بالتاكس اون سالاريز اند ذا لايك، ضريبة المرتبات، علشان نقدر نعرف ازاي نحل مثال عملي على ضريبة المرتبات، كيفية اعداد الوعاء الضريبي واحتساب الضريبة المستحقة في ضوء ضريبة المرتبات. قبل ما نبدأ نشوف المثال العملي اللي معانا النهاردة، هنبدأ نراجع جزئية مهمة جدا، وهي جزئية التاكسابل ريفينيوز أو الإيرادات الخاضعة للضريبة. أول نوع عندنا من أنواع الإيرادات الخاضعة للضريبة هو السالاريز ويجز أند ذا لايك، الأجور والمرتبات وما على مثيلاتها. What is meant by salaries and wages؟ إيه المقصود بالأجور والمرتبات؟ Any amounts received by employees and workers in return for performing work for others under their supervision. هو أي مبلغ هيحصل عليه الممول سواء كان موظف أو عامل نتيجة عمله لدى الغير وبموجب اتفاق ما بين الطرفين، وبالتالي ده بيمثل البيسك سالاري، الراتب الأساسي اللي هيحصل عليه الممول. Whatever the amount received by workers, it will be subject to tax. ايا كان المبلغ اللي هيحصل عليه الممول سواء كان موظف او عامل will be subject to tax، هيكون خاضع للضريبة، لاننا زي ما اتفقنا ده البيسك سالري، الراتب الاساسي اللي تم الاتفاق عليه ما بين الطرفين رب العمل والعامل، وبالتالي الاجر اللي هيحصل عليه ايا كان قيمته هيكون خاضع للضريبة. المشرع استخدم في التايتل and the like وما على مثيلاتها. The legislator used the term and the like to make all revenue taking the form of salary to be subject to tax. استخدم and the like علشان يكون المعنى أعم وأشمل لأي إيراد هيحصل عليه الممول وياخد شكل السالري، ياخد شكل الراتب بأنه يكون خاضع للضريبة. على سبيل المثال التيبس اور سيلز كوميشن ان كوميرشال شوبس، وكمان بعض العلاوات اللي بيحصل عليها الممول زي البريوديكال ريز اللي هي العلاوة الدورية. هنلاقي ان المشرع استثنى بعض العلاوات زي السبيشال ريز، العلاوات الخاصة، وكمان السوشيال ريز، العلاوات الاجتماعية، وديت are not subject to tax، غير خاضعة للضريبة بموجب إعفاء من المشرع. ده كان أول نوع معانا من أنواع التاكسابل ريفينيوز. تاني نوع معانا هو البونص أور ريميونيريشنز، اللي هي العلاوات أو المكافآت. The term bonus means the amounts paid to workers and employees in excess of salary or wages in return for performing of additional work. المقصود هنا بالعلاوة أو بالحافز هو أي مبلغ هيحصل عليه الممول زيادة على المرتب الأساسي بتاعه نظير قيامه بعمل إضافي. يعني الممول اللي هو الموظف أو العامل هيحصل على أجر إضافي في مقابل إن هو هيكون بعمل إضافي غير العمل المتفق عليه، وبالتالي البونص بتعتبر جزء من الفرق من الفاريبل سالري، من الراتب المتغير أو الجزء المتغير من السالري اللي بيحصل عليه الممول. على سبيل المثال البونص فور وركينج أوفر تايم أورز، وهي العلاوات أو المكافآت الخاصة بالعمل ساعات إضافية، وأي بونص بيتم إعطائها للworkers أو الemployees to make a motivation علشان يعمل نوع من أنواع الحافز ليهم علشان يقدموا العمل بشكل
افضل، زي البرودكشن انسنتيفز، زي الحوافز الانتاجيه. These types of bonus are subject to tax like salary and wages. البونص بتكون زيها زي السالري والويجز، بتكون برضو subject to tax، خاضعة للضريبة، باستثناء ال end of service bonus اللي هي علاوة أو مكافأة نهاية الخدمة is not considered part of revenue، مش بتعتبر جزء من الإيراد، وبالتالي so it will not be subject to tax، ما بتكونش خاضعة للضريبة. تالت نوع معانا، وهو نوع مهم جدا وبيمثل نسبة كبيرة من الـ variable salary اللي بيحصل عليه الممول إلى جانب البونص، وهو الـ cash and in-kind benefits اللي هي المزايا النقدية والمزايا العينية. الـ cash benefits المزايا النقدية، والـ in-kind benefits المزايا العينية. In addition to revenue from salaries, wages and bonus, the cash and in-kind benefits will be subject to tax as follows. بالإضافة للراتب الأساسي اللي هو البيسك سالري اللي بيحصل عليه الممول، والبونص اللي هي المكافآت أو الحوافز، بيكون عندنا بعض المزايا العينية أو المزايا النقدية اللي بيحصل عليها الممول، وبرضه بتكون خاضعة للضريبة. هنبدأ بأول حاجة اللي هي الكاش بينيفيتس اللي هي المزايا النقدية. المزايا النقدية اللي بيحصل عليها الممول من رب العمل، سواء كانت بشكل دوري periodically or occasionally بشكل سنوي، بتكون برضو خاضعة للضريبة، ولكن بشرط امتى الكاش بينيفيت will be subject to tax، تكون خاضعة للضريبة. الكاش بينيفيت to be subject to tax علشان تكون خاضعة للضريبة must have given the employee an advantage reflecting some personal benefits upon him. علشان الكاش بينيفيت تبقى خاضعة للضريبة لازم تعكس ميزة أو منفعة للممول اللي بيحصل عليها، يعني لازم تكون حاجة بتميز الممول أو بتديله منفعة أو قيمة اقتصادية. على سبيل المثال، من ضمن الكاش بينيفيتس الخاضعة للضريبة الفول تايم الاونس او الفول تايم ديفوشن اللي هو بدل التفرغ، والناتشر اوف وورك الاونس اللي هو بدل طبيعة العمل. طيب امتى الكاش بينيفيتس تكون نوت سبجكت تو تاكس، ما تكونش خاضعة للضريبة؟ قال لي لو الكاش بينيفيت اللي هو الميزة العينية النقدية اللي هيحصل عليها الممول ما تكونش خاضعة للضريبة لو اتوفر فيها شرطين. Cash benefits could be subject to tax if the allowance paid fulfills the following two conditions. لو اتوفر فيها الشرطين دول. الشرط الأولاني if the allowance necessary to perform their work. لو كان البدل اللي هيحصل عليه أو الميزة النقدية اللي هيحصل عليها ضرورية لممارسة العمل، وبالتالي مش هتكون خاضعة للضريبة. الشرط الثاني if the allowance paid to the employee against actual expense. لو كان البدل اللي بيتم دفعه للموظف أو للعامل against actual expense، يعني بمقابل نفقات أو مصاريف فعلية، يعني فعلا بيتم إنفاق جزء حقيقي أو جزء فعلي علشان يحصل على البدل ده. In this case في الحالة ديت الـ cash allowances أو الـ cash benefits will not be subject to tax، مش هتكون خاضعة للضريبة. زي for example الـ transportation allowance بدل الانتقال، الـ residence and boarding allowance بدل الإقامة، الـ clothes allowance بدل الزي أو الملابس، وكمان الـ meal allowance اللي هي بدل الوجبات. كل ديت مش بتكون خاضعة للضريبة لأن بيتوفر فيها الشرطين اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو ان البدل الـ allowance will be necessary to perform the work، بيكون ضروري لممارسة المهنة، العامل أو الموظف بيحتاج إلى الانتقال من وإلى العمل وده يعتبر شيء ضروري، وكمان بيكون مقابل نفقات فعلية ان فعلا بيتم دفع
مصاريف من أجل عملية الانتقال من وإلى العمل، كذلك الإقامة الخاصة ببعض المؤسسات اللي بتكون في الأماكن النائية واللي بتكون في الحالة دي ضرورية وبتكون في الحالة دي مقابل نفقات فعلية، كذلك الكلوزس الاونس لو في بعض الأعمال اللي بتتطلب زي معين أو زي رسمي. نيجي للشريحة الثانية اللي هي الانكايند بينيفيتس اللي هي المزايا العينية، وهنا بدل ما كانت المؤسسة هتدي بدلات نقدية، هتدي كاش فلوس، في الحالة ديت هي اللي هتوفر الخدمة فور فري، هتوفرها مجانا فور اول وركرز لكل العمال او لكل الموظفين. انكايند بينيفيتس means that all provided by the entity or the firm to its employees in the form of free service in addition to salaries. هي هتقدم ليهم هنا الخدمات بشكل مجاني in addition to salary، بالإضافة إلى البيسك سالاري، الأجر الأساسي اللي هو بيحصل عليه. يعني بدل ما هنديله بدل مواصلات نقدي، لا احنا هنوفر مواصلات جماعية، وفي الحالة ديت هتكون غير خاضعة للضريبة. بدل ما هندي بدلات سكن نقدية، احنا هنوفر سكن جماعي للعمال او للموظفين، وفي الحالة دي برضو هتكون غير خاضعة للضريبة. بدل ما هنديهم بدل ملابس او بدل زي اللي هو الكلوزس الاونس، لا احنا هنوفر الزي الرسمي او هنوفر الزي للعمال والموظفين، وفي الحالة دي الشركة هي اللي بتقوم بتوفير الخدمة او بتوفير الميزة بشكل عيني للعمال والموظفين بتوعها. نخلينا متفقين ان مدام المؤسسة بتوفر المزايا العينية، سواء كانت عبارة عن وسائل مواصلات او وسائل انتقال او عبارة عن وسائل سكن او وجبات او ملابس، مدام توفيرها بيكون بشكل كولكتيف، شكل جماعي خاص بكل العمال وبكل الموظفين، ففي الحالة ديت بيكون البدل او بتكون الميزة غير خاضعة للضريبة. وبالتالي لو بصينا هنلاقي ان الكونديشنز اللي تقول لي اذا كانت الانكايند بينيفيتس سبجكت تو تاكس اور نوت سبجكت تو تاكس، خاضعة للضريبة او غير خاضعة للضريبة، هي نفس الشروط بتاعة الكاش بينيفيتس. اول حاجة الانكايند بينيفيتس هتبقى خاضعة للضريبة will be subject to tax if it granted to employee for free and reflect economic benefit. لو كان بيتم تقديمها للموظف for free يعني مجانا مفيش actual expense and reflect economic benefit يعني بتحقق له ميزة اقتصادية، زي بالظبط ما نقوم بتوفير شقة لإقامة أحد الموظفين أو أحد المستويات الإدارية، وفي الحالة ديت بتكون فور فري يعني ما بنخصمش من الراتب بتاعه اي مقابل للشقة اللي هو بيحصل عليها، وفي الحالة ديت هنكون خاضعة للضريبة لانها بتحقق له ميزة او منفعة اقتصادية. طيب امتى الانكايند بينيفيتس تبقى نوت سبجكت تو تاكس؟ هتبقى نوت سبجكت تو تاكس بنفس الشرطين اللي احنا اتكلمنا عليهم لو توفروا فيها، if it meets actual expense لو كانت مقابل نفقات فعلية، اي بيتم خصم جزء من الراتب بتاع الشخص او الممول اللي بيحصل عليها، or necessary for performing the work او هي ضرورية لممارسة العمل الخاص بي. يعني لو تم توفير شقة لاحد الموظفين وايجار الشقة عبارة عن 1000 جنيه شهريا، واللي بيتحمل الايجار هو المؤسسة، ولكن بيتم خصم 100 جنيه من راتب الموظف اللي حصل على الشقة ديت، في الحالة ديت بتعتبر اتوفر الشرط اللي هو meets actual expenses ان هي كانت مقابل نفقات او مقابل خصم جزء من الراتب، وبالتالي بتكون not subject to tax. او لو قال لي ان هي necessary for performing the work يعني كانت في المؤسسة موجودة في مكان نائي في الصحراء مثلا، وفي الحالة ديت وفرنا السكن لأحد العمال أو أحد الموظفين، ففي الحالة ديت بتعتبر necessary for performing the work، هي ضرورية من أجل أداء العمل. نفس الكلام ينطبق لو تم توفير سيارة والسيارة ديت قال لي إنها ضرورية لممارسة العمل، في الحالة ديت هتكون not subject to tax.
وبكده نكون خلصنا القوام الأساسي اللي هو الـ Types of Revenues اللي هي الإيرادات الخاضعة للضريبة، وزي ما قلنا اللي هي رقم واحد الـ Salary واللي هو بيمثل الـ Basic Salary وأيا كانت قيمته هيكون خاضع للضريبة، بالإضافة إلى بعض العلاوات زي الـ Periodical Raise العلاوة الدورية. رقم اتنين اللي هي البونص، ودي أحد أجزاء الـ Variable Salary اللي هو الجزء المتغير، ودي بتكون subject to tax باستثناء الـ End of Service Bonus اللي هي علاوة نهاية الخدمة. النوع الثالث اللي هو الـ Cash والـ In-Kind Benefits، وقلنا الـ Cash والـ In-Kind Benefits بيكونوا subject to tax لو هم reflecting personal benefit، بيحققوا ميزة للممول أو للشخص اللي بيحصل عليهم، وإن هم ما يكونوش subject to tax في حالة إن هم يكونوا necessary to perform the work، ضروريين من أجل القيام بالعمل or meeting actual expenses أو مقابل نفقات أو خصم من المرتب فعليا. هنبدأ نشوف المثال اللي معانا النهاردة. أحمد حمدي is an employee in a private sector company. He gets the following amounts monthly. أحمد حمدي بيعمل موظف في شركة قطاع خاص. He gets the following amounts monthly. بيحصل على المبالغ ديت بشكل شهري كالآتي. Number one, 1000 basic salary عبارة عن 1000 راتب أساسي. 300 special raise of which 100 added to basic salary. 300 عبارة عن علاوة خاصة of which من ضمن ال 300 ديت في 100 added to basic salary، يعني موجودة من ضمن ال 1000 ال basic salary. يبقى إذن عندنا 200 special raise not added to basic salary، يعني عندنا 200 غير مضافة للبيسك سالري. 200 representation allowance عبارة عن 200 بدل تمثيل، وبدل التمثيل الـ representation allowance subject to tax في الـ private sector، بيكون خاضع للضريبة في القطاع الخاص. 60 nature of work allowance عبارة عن 60 جنيه بدل طبيعة عمل. Number 5, the company provides him with a furniture flat. Its rent 800 monthly against the deduction of 100 from his salary. الشركة بتمنحه شقة للإقامة، والشقة اللي بيحصل عليها ديت إيجارها الشهري بتتحمله المؤسسة ب 800 جنيه شهريا مقابل خصم 100 جنيه من الراتب بتاعه، ويبقى كده اتحقق الشرط اللي هو meeting actual expenses، يعني الفرنيتش فلات رنت هيكون نوت سبجكت تو تاكس، غير خاضع للضريبه لان هنا في اكشوال اكسبنس، في خصم من الراتب بتاعه. اند كار فور انسبكشن اوف كومباني برانشز، فور انسبكشن اوف كومباني برانشز، يعني السياره ديت تم توفيرها علشان يقوم بعمليات المتابعه على فروع الشركه. The car costs are 300 per month. الكوست بتاعتها 300 جنيه شهريا، وهنلاقي هنا ان هو ضمنيا بيقول لي ان الكار ديت كانت necessary for the practice of the work، ضرورية لأداء العمل، يعني هي كمان هتكون not subject to tax، هتكون غير خاضعة للضريبة. رقم 6، on July 1 ابتداء من شهر 7 he got the following amounts، يعني من 1/1 لحد 31/6 كان أحمد بيحصل على المبالغ الآتية: basic salary بألف، 300 special raise منها جزء مضاف للبيسك salary وجزء غير مضاف، الجزء المضاف 100 والجزء الغير مضاف هيبقى 200 اللي هي المتبقي، representation allowance ب200 بدل تمثيل، و60 عبارة عن nature of work allowance بدل طبيعة عمل، وبيحصل على شقة إيجارها الشهري 800 جنيه مقابل خصم 100 جنيه من الراتب بتاعه، وبيحصل على عربية أو سيارة والكوست بتاعتها 300 مانسلي. ابتداء من شهر 7 هيبدأ يحصل بعض التغيرات، وهيبدأ يحصل على بعض العلاوات التانية. أول حاجة بدأ من شهر 7 he got his periodical raise، حصل على علاوة دورية تقدر ب 100 جنيه، واحنا قلنا ان البريوديكال ريز سبجكت تو تاكس. هي جوت سوشيال ريز، حصل على علاوة اجتماعية وتقدر ب 20 جنيه. هي ستارتد تو جيت اوفر تايم ويج اوف 100 مانثلي، بدأ يحصل على بدل العمل الإضافي ويقدر ب 100 جنيه شهريا.
On the same date, he insured his life for benefit of his wife for monthly premium 100. وفي نفس التاريخ قام بعمل تأمين على حياته لمصلحة زوجته، والقسط الشهري بتاعه يقدر ب 100 جنيه. واحنا عارفين ان الكونديشنز بتاعت اللايف انشورنس التأمين على الحياة لازم يكون اللايف اوف ذا تاكس باير، يكون التأمين على حياة التاكس باير ان فيفور اوف هيز وايف اور مينور سان، لصالح زوجته او لابنائه القصر، وان الكونديشن ما يكونش اجمالي اقساط التأمين السنوية دونت اكزيست 3000، ما يزيدش عن 3000 اور 15% of net revenue which is less، أو 15% من صافي الإيراد أيهما أقل، وده هنشوفه إن شاء الله لما نعمل التاكس براكت. On December 31 he got his share of company collective profit equal to 2000، وفي نهاية السنة حصل على نصيبه من الأرباح الجماعية اللي بتوزعها المؤسسة ويقدر ب 2000 جنيه. Required calculate the monthly tax due during the year. Number two, calculate tax on his collective share of profit. عايزين نحسب الضريبة على ال collective share of profit. قبل ما نبدأ نشوف المثال اللي معانا، احنا عارفين ان ضريبة المرتبات بيتم احتسابها بشكل سنوي، هي ضريبة سنوية الاستحقاق، يعني بنحسبها بشكل سنوي وبيتم تقسيمها على عدد الشهور الخاصة بالسنة. فاحنا لو بصينا هنا هنلاقي ان احمد كان بيحصل على مبالغ مالية ابتداء من شهر 1/1 لحد شهر لحد 31/6، وهيبدأ يحصل تغير من اول شهر 7. فبالتالي احنا هنحسب الوعاء الضريبي للسنة للفترة الأولى لمدة سنة كاملة بالمبالغ اللي كان بيتقاضاها في أول 6 شهور، ولكن الضريبة هنا هتكون ضريبة مستحقة لل6 شهور الأولانية فقط، لأن احنا هنحسبها بشكل سنوي على 12 شهر، ولكن هنرجع نقسم على 12 ونقول ان الضريبة الشهرية ديت تخص أول 6 شهور اللي هو ابتداء من شهر 1 لحد شهر 6. وبعد كده هنبدأ نحسب الضريبة، أو هنقوم بإجراء أو عمل وعاء ضريبي تاني خاص بالفترة من 1/7 لحد 31/12، هيشمل على التغيرات اللي حصل عليها ابتداء من 1/7، وفي الحالة ديت هنحسبها بشكل سنوي، ولكن هتكون الضريبة خاصة بآخر 6 شهور اللي هو ابتداء من شهر 7 لحد شهر 12. أول حاجة هنبدأ باحتساب الوعاء الضريبي للفترة الأولى اللي هي من 1/1 لحد 31/6. أول حاجة بنبدأ نعملها هو حساب التأمينات الاجتماعية أو الـ Social Security Subscription أو الـ Triple S. وإحنا عارفين إن التأمينات الاجتماعية بتتفرض بنسبة 14% على الـ Basic Salary بحد أقصى 850 الماكسيمم ليميت، وكمان كجزء من الفاريابل سالري بنسبة 11% كحد أقصى 900 جنيه. فاحنا عندنا أحمد كان بيتقاضى بيسك سالري راتب أساسي يقدر بألف جنيه، ولكن زي ما قلنا ان الماكسيمم ليميت للتأمينات الاجتماعية يقدر ب 850، يبقى احنا مش هناخد غير ال 850 نضربها في ال 14%، يطلع الاشتراك بتاع التأمينات الاجتماعية من البيسك سالري يقدر ب 199. نيجي بعد كده للفاريابل ويجز، هل هنحط كل الفاريابل ويجز اللي كان بيحصل عليها احمد في اول 6 شهور؟ طبعا لا، احنا بنحط الفاريابل ويجز which are subject to tax، الخاضعة للضريبة فقط، وكمان which are exempted by law، المعفاة بموجب قانون. اي variable wages are not subject to tax، غير خاضعة للضريبة، ما تدخلش معايا في حساب السوشيال سيكوريتي سبسكريبشن، ما تدخلش معايا في حساب السوشيال سيكوريتي سبسكريبشن. علشان نوضح الجزئية ديت هنبص معانا كده، عندنا احمد كان بيتقاضى في اول 6 شهور بالنسبة للفاريابل ويج
كان بيتقاضى 300 special raise of which 100 added to basic salary. كان بيحصل على 300 special raise، منها 100 added to basic salary مضافة للبيسك سالري، يبقى النوت added to basic salary تقدر بقد ايه؟ ب 200. هنا السبيشال ريز سبجكت ولا نوت سبجكت ولا اكزيمتد؟ هي اكزيمتد باي لو. في الحاله دي تخش معايا في حساب السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن، السبيشال ريز نوت ادد هتقدر ب 200. بعد كده كان بياخد ريبريزنتيشن الاونس تقدر ب 200. الريبريزنتيشن الاونس سبجكت ولا نوت سبجكت ولا اكزيمتد؟ لا، الريبريزنتيشن الاونس في البرايفت سيكتور هي سبجكت تو تاكس، وبالتالي تدخل معايا في حساب السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن. ني بعد كده للناتشر اوف ورك الاونس. احمد كان بيحصل على 60 ناتشر اوف ورك الاونس. الناتشر اوف ورك الاونس احنا قلنا انها سبجكت ولا نوت سبجكت ولا اكزيمتد؟ لا، الناتشر اوف ورك الاونس سبجكت، وبالتالي هتكون موجوده معايا في حساب السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن. في نفس الفتره ديت اللي هي من شهر 1 لحد شهر 6، احمد كان بيحصل على شقه ايجارها الشهري كان 800 مقابل خصم 100 جنيه فروم هيز سالري، مقابل خصم 100 جنيه من الراتب بتاعه. قلنا في الحاله ديت ان دي ميزه عينيه ان كايند بنفيت، ولكنها نوت سبجكت تو تاكس، غير خاضعه للضريبه، لان توفر فيها الشرط اللي هو ميتنج اكشوال اكسبنسز، وبالتالي مش هتدخل معايا في حساب السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن. نفس الكلام احمد في الفتره ديت كان بيحصل على سياره فور انسبكشن اوف كومباني برانشز، والسياره ديت كانت ضروريه لممارسه العمل، يعني الميزه العينيه هنا هتكون غير خاضعة للضريبة not subject to tax، وبالتالي ما تدخلش معايا في حساب السوشيال سيكوريتي سبسكريبشن. يبقى اي حاجة not subject to tax، اي بدل غير خاضع للضريبة، ما يدخلش معايا في حساب السوشيال سيكوريتي سبسكريبشن. كده عندنا ثلاث انواع: السبيشال ريز نوت ادد ب 200، والريبريزنتيشن الاونس ب 200، والناتشرال اوف ورك الاونس ب 60. متبقي حاجه هو الاكزيست اوف ماكسيمم ليميت. احنا عندنا البيسك سالري كان ب 1000، ولكن في حساب السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن احنا عندنا حد اقصى يقدر ب 850. يبقى اذا كان في زياده عن الحد الاقصى تقدر بكام؟ تقدر ب 150. الزياده عن الحد الاقصى للبيسك سالري تدخل معايا في الجزء المتغير لحساب التامينات الاجتماعيه. هبدا اجمع 200 سبيشال ريز نوت ادد و 200 ريبريزنتيشن الاونس و 60 ناتشرال اوف ورك الاونس و 150 اللي هي الاكزيس اماونت، هنلاقي ان التوتال فاريبل ويجز ايكوال تو 610، بيساوي 610. الحد الاقصى الماكسيمم ليميت بتاع الفاريبل ويج اللي بنحسب عليها التامينات الاجتماعيه يقدر ب 900 جنيه. احنا هنا اقل من الحد الاقصى، يبقى 610 على طول اضربها في 11% تطلع ب 67 جنيه، لان احنا هنا عندنا ال 610 اقل من الحد الاقصى اللي هو 900 جنيه. هنبدا نجمع الجزء الخاص بالبيسك سالري ال 199 على الجزء الخاص بالفاريبل ويجز او الفاريبل سالري اللي هي 67، يطلع التوتال سيكيورتي سبسكريبشن مانثلي ايكوال تو هيساوي 186. هنا الاشتراك الشهري بتاع التامينات الاجتماعيه يقدر ب 186. دي كانت الخطوه الاولى. هنبدا نخش على الخطوه الثانيه، وهي حساب التاكس براكت للفتره من 1/1 ل 31/6. هنا الحساب هيكون سنوي، هيكون سنوي، ولكن الضريبة هتكون خاصة بأول 6 شهور اللي هي من شهر 1 لحد شهر 6. أحمد كان بيتقاضى بيسك سالري، أول حاجة عندنا اللي هي الريفينيوز. أول حاجة البيسك سالري كان 1000 جنيه، 1000 في 12 ب 12000. بعد كده عندنا الفاريابل ويجز أو الفاريابل سالري الجزء المتغير. احمد بيتقاضى سبيشال ريز، السبيشال ريز زي ما قلنا كانت بتقدر ب 300، ولكن قلنا من ضمن ال 300 كان في 100 انكلودد مع ال 1000 مع البيسك سالري، يبقى اذا المبلغ المتبقي النوت انكلودد او النوت ادد يقدر ب 200، 200 في 12 ب 2400. احمد كان بيحصل على ريبريزنتيشن الاونس
تقدر ب200، 200 في 12 ب2400. احمد بيحصل على Work Natural Allowance بدل طبيعة عمل يقدر ب60 جنيه، 60 في 12 ب720. كمان احمد كان بيحصل على Furnished Flat عبارة عن ميزة عينية عبارة عن شقة للإقامة، وكان المونثلي رنت بتاعها ب 800 جنيه، 800 في 12 ب 9600. وكمان كان بيحصل على سيارة كار اكسبنسز كانت ب 300 جنيه شهريا، 300 في 12 ب 3600 جنيه. طيب لازم نخلي بالنا يا جماعة ان احنا حطينا هنا كل الايرادات اللي بيحصل عليها احمد. يعني احنا هنا لو جينا للجزء الاساسي ما فيهوش خلاف اللي هو البيسك سالري، كده كده whatever the amount will be subject to tax. طيب حد يسأل ويقول طب ما هو الجزء المتغير في حاجات خاضعة للضريبة وفي حاجات غير خاضعة للضريبة او معفاة بموجب قانون، احنا ليه حطناها هنا؟ لا حضرتك طريقة الحل اللي هتحل بيها انك هتحط كل الايرادات سواء كانت خاضعة او غير خاضعة او معفاة بموجب قانون، وبعد كده هنرجع في الخطوة رقم 2 ان احنا نبدأ نعمل deduction لكل الحاجات الاكزمتد او الحاجات اللي هي not subject to tax. دي طريقة الحل الصحيحة واللي حضرتك مطالب بيها. احنا هنا حطينا كل الريفينيوز اللي بيحصل عليها سواء كانت سبجكت او نوت سبجكت، ولكن بعد كده هنرجع نعمل ديدكشن للحاجات اللي هي النوت سبجكت. اما نبدا نجمع عندنا هنا التوتال فاريبل هيطلع ب 18720 بلس زائد 12000 البيسك سالري، يبقى عندنا التوتال ريفينيو كله ب 30720. التوتال ريفينيو 30720. نيجي للجزء اللي كنت لسه بتكلم عليه اللي هو بقى الالاوبل ديدكشنز، الحاجات اللي احنا هنطرحها لانها بتكون يا اما رقم واحد exempted by law يعني معفاة بموجب قانون، او ان هي met actual expenses يعني not subject to tax غير خاضعة للضريبة بسبب توافر احد الشرطين اللي هو يا اما انها necessary to the practice of the work او ان هي meeting actual expenses مقابل نفقات فعلية. طب ايه اللي كان عندنا exempted by law؟ كان عندنا special raise exempted by law. special raise مش هناخد بس الميتين اللي دخلت في الجزء المتغير، لا ده احنا كمان كان في 100 included للبيسك سالري، يبقى التوتال سبيشال ريز كلها القانون اعفى السبيشال ريز كلها سواء ادد او نوت ادد، يبقى السبيشال ريز كلها ب 300 جنيه في 12 تطلع ب 3600 جنيه. طيب عندنا حاجه تاني كانت اكزمتد باي لو زي السوشيال ريز مثلا؟ لا ما عندناش سوشيال ريز، احنا ما كانش عندنا غير السبيشال ريز بس هي الاكزمتد باي لو. كان عندنا ايه تاني في المثال؟ some to meet actual expense. ايه من الايرادات اللي احنا سجلناها في جزء الفاريبل فوق كانت not subject to tax؟ نرجع نبص عليهم كده. هل ال representation allowance not subject؟ لا ال representation allowance subject. ال work natural allowance not subject؟ لا ال work natural allowance subject. ايه اللي كان عندنا not subject؟ اللي كان عندنا not subject هو ال furnished flat، الميزة العينية الخاصة بالشقة اللي تم توفيرها، والكار اكسبنس اللي هي مصاريف الخاصة بالسيارة اللي تم توفيرها للممول. دي بتقدر ب 800 في 12 ب 9600 ودي ب 300 في 12 ب 3600. هنرجع نحطهم هنا ونطرحهم اللي هي الفرنيتش فلات ب 800 في 12 ب 9600 والكار اكسبنس ب 300 في 12 ب 3600. بعد كده البيرسونال اكزيمشن، وده جزء ثابت اللي هو الاعفاء الشخصي ويقدر ب 7000 سنويا. بعد كده عندنا اللي هو السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن اللي احنا حسبناه في اول خطوه خالص، وده يقدر قلنا شهريا ب 186 هنضربه في 12 يطلع ب 2232. هنبدا نجمع التوتال كوستس الالاوبل ديدكشنز كلها 3600 زائد 9600 زائد 3600 زائد 7000 زائد 2232، يديني التوتال كوستس او التوتال الاوبل ديدكشنز تقدر ب 26032. هنطرح التوتال كوستس عندنا
من التوتال ريفينيو، هيتبقى لنا النت ريفينيو اللي هو صافي الإيراد، هيطلع ب 4688. نيجي بعد كده للخطوة اللي بعدها اللي هي حساب اللايف انشورنس. في الفترة الأولانية اللي هي من 1/1 لحد 31/6 أحمد ما كانش عمل أي أقساط أو عمل اشتراك أو تأمين على حياته، وبالتالي نو انشورنس، ما كانش عندنا لايف انشورنس بزيرو. يبقى في الحالة ديت التاكس براكت الوعاء الضريبي بتاعنا هيطلع ب 4688. كده احنا حسبنا الوعاء بشكل سنوي للممول. عايزين نعرف المونثلي تاكس ديو، الضريبة المستحقة لكل شهر من اول 6 شهور. بما ان احنا عندنا التاكس براكت طلع ب 4688 وده اقل من الاكزيمشن، اقل من الاعفاء اللي هو بيقدر ب 8000، فبالتالي في الحالة ديت there is no tax، مفيش اي ضريبة على الممول في اول 6 شهور. طيب نفترض ان التاكس براكت الرقم ده كان طلع معانا مثلا ب 10000 بدل 4688، هنفترض ان الرقم ده كان طلع ب 10000 وعندنا اكزيمشن ب 8000، يبقى اذا المبلغ المتبقي هيكون قد ايه؟ هيكون 2000 جنيه. ال 2000 جنيه هنا بتقع في انهي شريحة؟ بتقع في الشريحة الاولى اللي هي بتكون subject to tax ب 10% بنسبة 10%. ففي الحالة ديت هنقول 2000 في 10% وهتطلع ب 200، هنقسم ال 200 على 12 ونقول ان بعد كده المونثلي تاكس ديو لاول 6 شهور هو ناتج قسمه ال 200 على ال 12. هنيجي بعد كده للسكند بيريود، الفتره الثانيه اللي هي بتبدا من 1/7 لحد 31/12. هنعيد برضو نفس الخطوات. اول خطوه معانا اللي هي حساب السوشيال سيكوريتي سبسكريبشن. هنحسب السوشيال سيكوريتي سبسكريبشن للفتره من 1/7 لحد 31/12. هنلاقي ان في الفتره ديت حصل تغير، البيسك سالري كان ب 1000 وزاد عليه بيريوديكال ريز. علشان نشوفها مع بعضنا هنفتح هنا كده ونبص، هنلاقي في رقم 6 احمد كام ابتداء من 1/7 بدا يحصل على بيريوديكال ريز تقدر ب 100 جنيه. احنا قلنا ان البيريوديكال ريز بتضاف للبيسك سالري وان هي بتكون سبجكت تو تاكس، يبقى في الحاله ديت هيحصل اول تغير ان البيسك سالري هيزيد 100 جنيه اللي هي البيريوديكال ريز، هيبقى التوتال بتاعه 1100. ولكن في حساب السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن احنا عندنا ماكسيمم ليميت اللي هو يقدر بكام؟ ب 850. هناخد ال 850 في 14% تطلع ب 119. نيجي للجزء المتغير الفاريبل. اول حاجه عندنا في الفاريبل سالري كل اللي كان بيحصل عليه احمد في اول السنه زي ما هو، اللي هي عندنا special raise not added ب 200 هتبقى زي ما هي ال special raise ب 200 اهيت. وعندنا representation allowance كان بيحصل عليها احمد برضو ب 200، دي كانت من الفترة الاولى. والwork natural allowance ب 60. هنلاقي ان الجديد عندنا اضاف لاحمد social raise تقدر ب 20، هنضيف special raise ب 20. وعندنا احمد بدا يحصل على اوفر تايم يقدر ب 100 جنيه، هنضيف برضو الاوفر تايم ب 100 جنيه. كل اللي مضاف عندنا هنا في الفاريبل ويجز كله يا اما اكزيمتد باي لو يا اما سبجكت تو تاكس. اي حاجه نوت سبجكت تو تاكس مش هتدخل معانا في حساب السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن. تمام، احنا هنا يا جماعة مش بنعمل اكسكلودنج للحاجات اللي كان بيتقاضاها في اول 6 شهور، لا،
هي الحاجات اللي كان بيتقاضاها في أول 6 شهور، ونضيف عليها الحاجات اللي بدأت يتقاضاها في آخر 6 شهور، ونحسب الضريبة بشكل سنوي، ولكن في الحالة ديت الضريبة هتكون مستحقة لآخر 6 شهور فقط اللي هم حصل فيهم التغير. وكان عندنا الـ excess amount from basic salary. الـ basic salary كان بيقدر بـ 1100، خدنا منه الماكسيمم ليميت 850، يبقى عندنا الـ excess amount بـ 250. هنبدأ نجمع 200 زائد 200 زائد 60 الـ natural allowance زائد 20 الـ special raise زائد الـ 100 الـ overtime زائد 250 الـ excess amount، يطلع التوتال بكام؟ بـ 830. التوتال هنا أقل من الماكسيمم ليميت اللي هو بـ 900، يبقى على طول هنضرب الـ 830 في 11% تطلع بـ 91. 91 زائد 119 الجزء الخاص بالبيسك سالري، يبقى التوتال سكيورتي سبسكريبشن فور ذا مانث ايكوال تو 210، بيساوي 210 للشهر الواحد. بعد كده هندخل ونحسب التاكس براكت. اول حاجه في التاكس براكت عندنا للفتره من 1/7 لحد 31/12 البيسك سالري. البيسك سالري الطبيعي في بدايه السنه كان ب 1000، ولكن زاد عليه 100 بيريوديكال ريز، يبقى التوتال هيبقى 1100. 1100 في 12 ب 13200. نيجي بعد كده للجزء الفاريبل. الجزء الفاريبل اللي سبيشال ريز كده كده بيتقاضاها من اول السنه ب 200 جنيه، 200 في 12 ب 2400. الريبرزنتيشن الاونس بيتقاضاها من اول السنه ب 200، 200 في 12 ب 2400. الناتشر اوف ورك الاونس ب 60، 60 في 12 ب 720. هنبدا نشوف السوشيال ريس دي بدا يتقاضاها في الفتره الجديده 20 في 12، برضو بنحسبها سنويه هتبقى ب 240. الفرنيتش فلات دي كان بيتقاضاها في اول فتره ب 800، 800 في 12 ب 9600. والكار اكسبنس ب 300، 300 في 12 ب 3600. الاوفر تايم بدا يتقاضاه في الفتره الجديده ب 100 في 12 ب 1200. هنجمع التوتال فاريبل ويجز هتطلع ب 20160 زائد البيسك، يبقى عندنا التوتال ريفينيو هتساوي 33360. بعد كده هنشوف الالاوبل ديدكشنز. الالاوبل ديدكشن زي ما اتفقنا هيبقى فيها اي حاجه اكزمتد او اي حاجه نوت سبجكت تو تاكس. احنا عندنا الاكزمتد باي لو السبيشال ريز دي ب 300، الادد اللي هي ب 100، والنوت ادد ب 200، يبقى التوتال 300. 300 في 12 ب 3600. عندنا السوشيال ريز ودي بدا يحصل عليها ابتداء من 1/7 ودي اكزمتد باي لو، بتقدر ب 20، 20 في 12 ب 240. عندنا الـ sum to meet actual expenses أو اللي هي necessary to perform the work. عندنا الـ furnished flat بـ 800، 800 في 12 بـ 9600. والـ car expense بـ 300، 300 في 12 بـ 3600. ما كانش عندنا حاجة تاني note subject علشان نحطها في الـ allowable deductions. هنبدأ نكمل الـ personal exemption، وزي ما قلنا ده مبلغ أو قيمة ثابتة بـ 7000 سنوياً. السوشيال انشورنس اللي هو السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن اللي احنا حسبناه دلوقتي للفتره الثانيه كان طالع معانا بكام؟ كان طالع معانا ب 210 السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن. هناخد السوشيال سيكيورتي سبسكريبشن بتاع الفتره الثانيه ونضربه في 12 يطلع ب 2520. هنجمع التوتال كوستس كلها مع بعض هتطلع التوتال كوستس ب 26560. هنطرح من التوتال ريفينيو يطلع لنا النت ريفينيو صافي الايراد هنا ب 6800. في الفتره الاولانيه ما كانش فيه لايف انشورنس، ولكن في الفتره الثانيه هنلاقي ان هو اون ذا سيم ديت هي انشورد هيز لايف فور بينيفيت اوف هيز وايف، بدا يعمل تامين على حياته لمصلحه زوجته، وكان يقدر بكوست شهري ب 100 جنيه، يعني بمعنى كده اجمالي الاقساط السنوي 100 في 12 ب 1200. ايه هي الكونديشنز اللي بتنطبق على اللايف انشورنس؟ مش اي اجمالي اقساط هيسمح بخصمه في الوعاء الضريبي للممول، لا، احنا عندنا المشرع حط شروط لللايف انشورنس، والشرط هو ان اللايف انشورنس دونت اكزيست ما يزيدش عن 3000 او 15% من صافي الايراد ايهما اقل،
يعني احنا هنشوف الاكشوال اماونت بيد ونبدا نقارنه بال 3000 او ال 15% من صافي الايراد ايهما اقل. احنا عندنا هنا اول حاجه انك تحدد الستاندر، هتحدد المعيار. المعيار عندنا يا اما 3000 او ال 15% من صافي الايراد. 15% من صافي الايراد احنا عندنا هنا النت ريفينيو كان طالع بكام؟ النت ريفينيو طالع ب 6800، يبقى 6800 في 15% هتطلع بكام؟ ب 120. في المقارنه الاولى بناخد ايهما اكبر، المقارنه اللي احنا بنحدد بيها السقف بتاعنا اللي هو هيكون كام، اللي هو الحد الاقصى اللي ما ينفعش الممول يدفع اكتر منه او يخصم اكتر منه as a life insurance. يبقى في المقارنه الاولى بنختار ايهما اكبر، 3000 او 15% من النت ريفينيو ايهما اكبر. 15% من النت ريفينيو طلعت ب 1020، وال 3000 نقارن الاثنين ببعض وناخد ايهما اكبر. ايهما اكبر مين؟ ال 3000. يبقى ال 3000 هي اللي هتبقى الماكسيمم ليميت بتاعنا، تمام كده؟ ال 3000 عندنا الماكسيمم ليميت بتاعنا، وكان عندنا اللايف انشورنس يقدر ب 1200. بعد ما اخدنا ال 3000 اللي هي الماكسيمم ليميت، هاخد الماكسيمم ليميت ده علشان اقارنه بالاكشوال بيمنت اللي هو دفعه فعليا، اللي هو دفعه فعليا كلايف انشورنس، كاشتراك لتامينه على الحياه. في المقارنه الثانيه بناخد ويتش از ليس، ايهما اقل. هو في الحاله ديت بيبقى الابروفد اماونت تو بي ديدكتد، هو المبلغ اللي هيتم خصمه. 1200 اللي هو الاكشوال بيمنت مقارنه بالماكسيمم ليميت اللي احنا طلعناها ال 3000، يبقى في الحاله ديت ال 1200 هي اللي اقل، هيبقى 6800 ناقص 1200 يطلع عندنا التاكس براكت بكام؟ ب 5600. يبقى نركز تاني في الجزئيه ديت بالنسبه لللايف انشورنس. اول حاجه بنشوف الاكشوال اماونت، بنبدا نحسب الاكشوال اماونت ونسيبه كده على جنب. لقينا ان هو كان دافع اشتراك شهري ب 100 جنيه، في 12 شهر يطلع المبلغ 1200 للسنه كامله. طيب احنا عندنا المشرع قال ان احنا عندنا ماكسيمم ليميت، عندنا حد اقصى ما ينفعش الممول يزيد عنه بالنسبه لللايف انشورنس. الحد الاقصى ده حاجه من اتنين، يا اما 3000 او 15% من صافي الايراد النت ريفينيو، ايهما اكبر؟ ايهما ايه اكبر؟ يبقى اول حاجه المقارنه الاولانيه اللي انا هحدد عليها الماكسيمم ليميت، 3000 مقارنة بال 6000 في 15% اللي هي طلعت ب 1020، يبقى ال 3000 هي الأكبر، يبقى ال 3000 هي اللي هتبقى الماكسيمم ليميت بتاعي. ناخد الماكسيمم ليميت ونقارنه بالاكشوال بيمنت، المقارنة الثانية. المقارنة الثانية بناخد أيهما أقل، which is less to be deducted، أيهما أقل هو اللي هيتم خصمه. الماكسيمم ليميت السقف بتاعنا 3000، طب فعليا الممول عنده اقساط تامين على الحياه بكام؟ ب 1200، يبقى 1200 اقل هي اللي هيتم خصمها من 6800، يبقى في الحاله ديت يطلع التاكس براكت بتاعنا ب 5600. بعد ما بنوصل للتاكس براكت بنبدا نشوف لو في اكزيمشنز اللي هي بال 8000 بنطرحها، ولكن بما ان التاكس براكت بتاعنا 5600 اقل من الاعفاء الاكزيمشن اللي هو ال 8000، في الحالة ديت هنقول there is no tax، مفيش ضريبة اللي برضو لآخر 6 شهور. طيب لو افترضنا ان الرقم ده اللي هو ال 5600 كان طالع معانا وليكن ب 15000، في الحالة ديت التاكس براكت 15000، هنطرح منها exemption 8000، يبقى اذا المبلغ المتبقي هيبقى بكام؟ هيبقى 7000. ال 7000 تقع في الشريحة الأولى اللي هي بيفرض عليها ضريبة بمعدل 10%، يبقى في الحالة ديت ال 7000 في 10% هتطلع ب 700. ال 700 ديت تتقسم على 12 لأن احنا حسبنا الضريبة سنويا. لما هنقسم ال 700 على 12 هتدينا المانسلي تاكس ديو، ولكن في الحالة ديت المانسلي تاكس ديو يخص انهي عدد اشهر؟ يخص اخر 6 شهور اللي هي بتبدأ من 1/7 لحد 31/12. المطلوب رقم 2 اللي هو كان حساب التاكس على الكوليكتيف شير اوف بروفيت، واحنا عارفين ان بما ان الشير اوف بروفيت كوليكتيف جماعي
يبقى في الحالة ديت بيكون not subject to tax، بيكون غير خاضع للضريبة. وبكده نبقى خلصنا المثال العملي اللي معانا على ضريبة المرتبات. أتمنى إن شاء الله أنكم تستفيدوا من التسجيل بتاعنا النهاردة، وبإذن الله تعالى التسجيل القادم هيكون بخصوص الشابتر الثاني، وهو التاكس on non-commercial professions اللي هو الضريبة على المهن الحرة. هننزل ليكم البي دي اف الخاص بالnon-commercial activities، وبعد كده هنعمل التسجيل علشان نحل المثال العملي عليها إن شاء الله. تمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله، ونشوفكم دايما في أفضل حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.